حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكد خبراء اقتصاديون أن هناك جملة أخطاء في جولتي التراخيص الخامسة والسادسة للاستثمار في النفط التي طرحتها الحكومة أخيرا، جعلت الشركات أقل انجذابا للشروط التجارية والتعاقدية المرتبطة بالصفقات التي تركز على الغاز. قال الخبراء إن 10 من أصل 12 مشروعاً تم منحها حتى الآن في أحدث عملية تعاقد للنفط والغاز في العراق إلى شركات صينية، مضيفاً أن من بين المشاريع 13 التي تم عرضها لم تتلقى 7 مشاريع أخرى أي عروض، وتلقى مشروع واحد فقط عرضاً ولكن لم يتم منحه. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من مزاد العملة أكثر من 4 مليارات دولار خلال شهر نيسان الماضي، وباع البنك المركزي خلال شهر نيسان الماضي في مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 4,348,849,889,811 دولارا بمعدل يومي بلغ أكثر من 241 مليون دولار، وبلغت مبيعات الحوالات الخارجية خلال الشهر الماضي 4,039,874,811 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 92% مقارنة بالمبيعات النقدية. أكدت عضوة لجنة الخدمات والإعمار النيابية مهدية اللامي أن عموم المشاريع والخدمات الحالية لا تتناغم ولا تتناسب مع حجم المشاكل في بغداد والتي تراكمت على مدار السنوات الماضية. وقالت اللامي إنه لا يمكن النهوض بخدمات بغداد دون إقرار قانونها الخاص، حيث إن الدستور ينص على وجوب أن يكون هناك قانون للعاصمة بحدودها الإدارية كمحافظة وحدودها الإدارية كبلدية. وأضافت بأن تشريع هذا القانون من شأنه أن يسهم بتكامل الخدمات في بغداد وأن يتم فك التقاطع والتداخل الحاصل بين مجلس محافظة بغداد وبين أمانة العاصمة. أعلن الأردن ارتفاع صادراته الصناعية إلى العراق خلال الثلث الأول من العام الحالي. وأظهر تقرير لغرفة صناعة عمان الأردنية أن صادرات الغرفة خلال الثلث الأول بلغت 2,279,000,000 دينار أردني مقابل 2,225,000,000 دينار الفترة نفسها للعام الماضي. استحوذت الهند والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والعراق على أغلب الصادرات خلال الثلث الأول من العام الحالي. وفي خبرنا الأخير، قال المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي عن روسيا أليكسي موجين، قال إنه لا يستبعد احتمال انهيار النظام النقدي العالمي القائم في الوقت الحالي. أضاف موجين أن المنظومة القائمة حاليا تعتمد على الثقة في أن الأصول الدولارية آمنة، لكن البنوك المركزية والمؤسسات وحتى الأسر بدأت بالفعل في بيع الأصول الدولارية وشراء الذهب بسبب تزايد عدم الثقة في سلامتها. وحذر موجين من حدوث فوضى في الاقتصاد العالمي، وقال إنه بمجرد فقدان هذه الثقة ستحل فترة الفوضى في الاقتصاد العالمي. لأن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.